لا يمكن وصف ما حدث بمنطقة الجدر الرابطة ما بين مدينتي آفلو وعاصمة الولاية الأغواط سوى بالمجزرة الحقيقية، حيث لقي 17 شخصا حتفهم وجرح 26 آخرين، منهم 5 في حالة خطيرة في حادث مرور مروع نتج عن تصادم حافلتين، الأولى كبيرة تعمل على خط وهران أضرار، والثانية من نوع تويوتا كواستر تربط آفلو بالأغواط، تحولت في رمشة عين إلى مقبرة متنقلة. كنت جاي من مدينة الأغواط إلى مدينة أفلو في دون جدار جوست في الطلعة وين كاينة واحد الهابطة لالين كونتيني كي طليت ديريكت الكار جا مدوبلي، ما صبتش كاع كيف ندير أنا، خلعت ما صبتش كيف هاك تروح هاك كاينة قنطرة تروح من واد ما عندكش وين تروح، تراكتور ما عندكش وين راح يا أخي، أنا جبت عليه وين كيفاه قاسني في جهه لا دروات ديريكت توالى هذو قداهم، انا حاولت باش نمنعهم لك الله غالب. الجرحى وفي حديثهم لقناه البلاد اكدوا بان الحافله الكبيره كانت في تجاوز خطير وفي خط متصل، حيث اصطدمت مباشره بالحافله الصغيره ومزقتها تمزيقا وجعلت مقدمتها في المؤخره لتتطاير جثث الضحايا، مخلفة مشهدا مروعا صعب من مهمة إجلاء الضحايا وإسعاف الجرحى من قبل رجال الحماية المدنية. كانت النقل الكواستر تمشي فإذا به خرجت يعني النقل الكبيرة تي في هذيك دهمت فينا وكانت الحادثة كنت في الكواستر يعني كنت في الكواستر كنت من جهة الشيفور يعني ايه في الكوتي تالاكوش مي هو الكوتي لادروات كاع راح كامل باك راكم شفتوه. الكار هذا اللي بقى يدوب لي دوبله جا طالع كي طلع كب الكار نتاعنا احنا اللي كنا ماشيين من به مني كنت جاي الحاج من وين؟ من وهران. وين ماشي؟ ماشيين انا المنيعه وهما ماشي لاضرار. الثابت في الرقم الجديد لحوادث الحافلات ومجازر الطرق ان قانون المرور كان مغيبا لحظة التجاوز الخطير في منطقة محظور التجاوز فيها، غير أن السرعة المفرطة والتهور المفرط انتهى إلى سقوط ضحايا لا ذنب لهم سوى أنهم تواجدوا في الحافلة المقبرة. ونهاية الحديث رحمة الله على الجميع.